ومثل ما كان ختام البريك الماضي مع هبة، كمان رح نخلي اليوم ختام هذا البريك مع هبة أيضا لحتى يكون كمان ختامه مسك. بس هالمرة بدل ما نحكي عن فيلم من الضروري إنه نحن نشوفه، رح نحكي عن أبليكيشن ضروري ننزله. صحيح 100%. اليوم رح نحكي عن تطبيق أو أبليكيشن اسمه Goodreads. هذا التطبيق من هو من أحد أهم التطبيقات أو من أحد أهم وأكبر التطبيقات للتواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت هو تطبيق ممكن يفيد كتير أشخاص بموضوع القراءة وتقييم الكتب أو الروايات وغيرهم. هذا التطبيق متوفر على iOS ومتوفر على أجهزة الأندرويد وكله بشكل مجاني، موجود عليه أكثر من 180 مليون كتاب، شيء كتير مهم. تمام، وموجود عليه تقريبا ما يقارب 5 مليون شخص من الأشخاص المستفيدين، سواء كانوا قراء أو كتاب أو مؤلفين. هلأ أهمية موقع Goodreads هو الأساس بموضوع أهميته، إنه اليوم نحن عم بيكون أكبر تجمع للأشخاص هواة الكتب الإلكترونية اللي بيقدروا يفوتوا من خلاله ويقيموا هدول الكتب. ممكن يقيموا هدول الكتب من خلال النجوم يلي موجودة ضمن هذا الأبليكيشن، أو حتى من ضمن ميزة إنه نحن نعطي رأينا فيه، نكتب كومنت لإله ونقيمه. يعني أنا هلأ أي كتاب بدي أقرأه قبل ما أشتري فيني أنا أفهم شيء عنه من ال 100%. ممكن تدخل على موقع Goodreads وتأخذ فكرة عنه. هلأ كيف نقدر نسجل دخولنا لهذا الموقع؟ بشكل كتير بسيط، هي حنحمله لهذا الابليكيشن ونفوت مباشرة على التسجيل. هو ممكن يكون في إيميل خاص بكل شخص فينا، يدخل الإيميل الخاص ويدخل الباسورد الخاصة فيه، أو ممكن يكون في عنا خيار تاني وهو إنه نحنا يكون عنا اتصال عن طريق حسابنا على فيسبوك، يلي أغلبنا صار عنده حسابات على فيسبوك، فمن خلاله نحنا بنقدر إنه نفوت على هذا الابليكيشن ويصير عنا صداقات وأشخاص ممكن يعطوا رأيهم بالكتب، وممكن إنه نحنا نستفيد من آراء بعض. يعني هو الفيسبوك تبع القراء، يعني هيك شيء فينا. تمام، كيف بنستخدم هذا التطبيق؟ فيه قصة كتير مهمة، إنه نحنا فينا نحط اسم الكتاب أو حتى اسم الكاتب، أو حتى إذا خطر على بالنا إنه نحنا نحط حافظين مثلاً اقتباس من هاي الرواية أو اقتباس من هذا الكتاب، نحنا بنقدر نحطه بالسيرش. و شيء بيشبه اليوتيوب مثلاً 100%. بس هي بتعطيك اسم الكتاب وفوراً بتعطيك الكتاب يلي من أهم ميزاته لهذا البرنامج، إنه نحنا مثلاً عنا كتاب حابين إنه يكون موجود على كتابنا أو نعرف شو آراء الأشخاص فيه أو نحنا نقيم هذا الكتاب، فلو الكتاب موجود معنا في إله باركود خاص نحنا بنمسكه لهذا الكتاب، بنصوره عن طريق موبايلنا، فهو بيعمل مسح لغلاف الكتاب ومن خلاله بيقدر يعطينا الكتاب. هلأ من ضمن هذا الموقع في عنا شيء كتير مهم نقدر نتحكم بحسابنا من خلال إنه نحنا في عنا رفوف افتراضية خاصة موجودة بحسابنا، يعني نحنا ممكن يكون عنا رف خاص بالكتب يلي قرأناها سابقاً، رف خاص بالكتب يلي عم نقرأها حالياً، ورف خاص بالكتب يلي نحنا ناويين نقرأهم لاحقاً ويضاف، يعني نحنا بس نضيفه لهذا الكتاب هو موجود لحتى نقدر نحنا لاحقاً نضيفه للرفوف الخاصة فينا ونقرأه بوقت لاحق. يعني هبا الأشخاص يلي هن موجودين كأصدقاء على هذا الابلكيشن ممكن يتفاعلوا معنا بانه شغلات اللي بنقراها، ينصحونا بشغلات 100%. اذا كان في شيء هن قارئينه ممكن يعطوا رايهم فيه وممكن يعطوا تقييمهم له، وحتى ممكن هو فيك تعمل صداقات من خلال هذا الموقع. طبعا هي كانت ابرز ميزاته لكل الاشخاص يلي حابين اكيد انه يحصلوا على هذا الابلكيشن. اكيد هو راح يكون موجود على صفحه بريك شباب الخاصه على مواقع السوشيال ميديا، وايضا لكل الاشخاص يلي حابين يتواصلوا معنا لينكات صفحات بريك شباب أكيد. كمان عم تمرق اليوم أو حالياً بأسفل الشاشة. أنا هي كان الأبليكيشن يلي إن شاء الله كتير من الأشخاص يقدروا يستفيدوا منه. إن شاء الله.